فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة مطلقة وأبوها متقاعد، تقول امرأة مطلقة وأبوها متقاعد وله راتب يكفيه وزيادة، يقول ثم تقول إنها تسكن في بيت والدها وهو ملك لهم، هل يحق لها أن تأخذ من المعونة المخصصة للمطلقات من الضمان الاجتماعي لقضاء حوائجها الخاصة وشراء كتب الدراسة؟ والله هذا حسب النظام، هذا ما فيه فتوى، هذا حسب النظام. إذا كان النظام يبيح لها ذلك فلا بأس، إذا كان النظام يمنع فلا يجوز لها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.